الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية رائعة. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك كابتن أيمن. الله يبارك فيك. الحقيقة يوم جميل جدا. انتصر فيها أشياء كتير قوي. صحيح. شباب الأهلي ماله اللعيبة يعني الملعب حقيقة حيوية وروح صحيح. خلونا نتفرج على المباراة. عارفين ان في جول جاي. عودة الثقة لكل فريق النادي الاهلي. حتى باللعيبة اللي هي ما بتلعبش. بهذا الشكل اللي احنا اتفرجنا عليه. كان في درس النهاردة ان الروح والجري في الملعب والاداء هو اساس لعبة كرة القدم. وانت الشكل البدني بتاعك النهاردة واقف على رجليك بتعمل اللي انت عايزه. السهولة في الباص. حتى اللاعب اللي بيتبدل ونازل واخد ثقة. بعد الثلاث اهداف اللي جه كلمتك على لعيبه كتير قوي متابعتي ليهم هتشوفهم بعد كده. ميدو نبيل اللي نزل في الاخر لاعب هاف ديفندر كويس قوي. ميزته انه ما عندوش فلسفه. ايوه بيستلم الكوره وبينقل ملعب زي ديانج كده بس على سن اصغر وعلى خبره اقل يعني. انما في اسلوبه في اللعب في الناشئين انا متابعه كويس قوي. احمد سيد غريب بنبارك له النهارده بالهدفين ولكن انا ببارك له على الهدف الثاني اللي انا اتفقت معاك قلت لك لو مميز جدا لو اتلعبت له اي كره بالعرض وقابلها براسه هيحطها كويس قوي. صحيح. وكانت النتيجه انه جاب جول حلو قوي الحقيقه فعلا. زياد طارق كريم فؤاد والكره الهدف الاولاني انه يكون موجود في الحته دي والمنطقه دي اذا في رغبه ان الاهلي يبقى متفوق في رغبه ان انا عايز اكسب وكرة ما بتجيش الا بالروح دي او بالاداء ده او بالرغبه دي. انا بحيي مجلس الاداره على قراراته طبعا الشكل النهارده اللي حصل ده. ببارك لكابتن محمود والقرارات اللي خدوها كلهم النهارده. ببارك لجماهير النادي الاهلي اللي النهارده هزت الملعب كله. وحيت اللعيبه وحيت مجلس الاداره وحيت كل الناس. في مجموعه من الناشئين ظهرت النهارده الناس ما كانتش تعرف عنها حاجه خالص. هو ده اليوم بقى اللي احنا اتفقنا عليه. الشخصية هتبقى موجودة. الرغبة في الوجود. انا عندي فرصة كبيرة جدا النهاردة ان انا اكون موجود. اللعيبة دي كلها في قطاع ناشئين كله بيشتغل عليهم حقيقة. صحيح. يعني ده نتاج ناس بتشتغل في قطاع الناشئين كلهم. كابتن محمد شرف اعتقد الولاد دول برضو جايين من تحت ايده. كابتن خالد بيبو كابتن في بروكتش البلجيكي المدير الفني فالناس دي كلها اشتغلت على الاولاد دول. احنا طمعانين في اكتر من كده. طمعانين في الثقه دي طمعانين في التعويض ده طمعان في بقيه المباريات تبقى بنفس الشكل ده والنتائج دي. بتكلم عن الاستمراريه. الاستمراريه والطمع في زياده. مستني عمر سيد معوضا عيب انا براين عليه يعني. عايز اللعيبه اللي لعبت النهارده والثقه الزايده اللي عندهم لا يمتثلوا لاداء الدرجه الاولى او الفريق الاول. ايوه انما انا قلت لك هيحصل هارموني في ايه النهارده؟ مظبوط. يعرفوا بعض عارفين بعض بيباصوا لبعض. حتى الباص اللي بتتقطع فبيبصوا لبعض بيعاتبوا بعض عتاب. ايوه المرحله اللي هي في الناشئين تحت في ال 20 سنه. لان كان في بعض اللحظات فيها دلع شويه هتلاقيهم بعض بالاسلوب بتاعهم هم مع بعض. صحيح. كل واحد عارف امكانيات التاني يجري ازاي ويروح فين تحفظات كتير قوي بتحصل على اي حد انت كمان لله وحده. انما الشكل النهارده اللي حصل ده مبشر بشكل جديد نقدر نعتمد عليه. نجاح التجربه نجاح كل شيء حصل النهارده. ثلاث اهداف مش هدف واحد وبس. ان يعني بتجيب جول وعندك رغبه انك تجيب الجول التاني وبتنزل عندك تروح للجون. من مميزات احمد الغريب ده ان وشه على الجول على طول. أيوة. واقف بالجنب كده مستني انك انت تعمل له اي حاجه. احنا ده الفيرود اللي بيقف صح. بطيء سنه سريع سنه انما تفكيره كله بين الثلاث خشبات. ال 10 انفار لازم التفكير كله يبقى بين الثلاث خشبات. فمبروك النهارده تجربه الناشئين. مبروك اللعيبه كلها كمان القدامى اللي موجودين زي ما انا قلت لك كان المفروض يعملوا ايه النهارده؟ سيرفيس يعني عملوا كده الحقيقه وعملوا تمويل للاولاد والاولاد بالحيويه بتاعتهم ساعدوا بعض كانت النتيجه 3-0. صحيح. كابتن علاء الف مبروك تفوق تالق واضح من لعيبه نادي الاهلي النهارده. الله يبارك فيك يا ايمن.
ثلاث نقاط مستحقه ومباراه المباريات اللي انت حاسمها من اول دقيقه، واضح شخصيتك باينه من اول مباراه بغض النظر عن الشباب اللي بيلعب النهارده او حتى الناس اللي موجوده في الفريق. انت قلت كمان حاجه قبل الماتش، قلت لي بغض النظر عن مين يلعب النهارده هو النادي الاهلي بيفكر في المكسب بس. اي حد يعني اي حد يلعب، لو جبت مدرسه الكوره بتاعت النادي الاهلي وبتلعبوا ماتش عايزين يكسبوا، هو انت متعود على كده، هي حياتك كده ايمن من اول ما تبقى في ناشئين النادي الاهلي، عشان كده كل ما بتتدرج شويه كل ما تفكرش غير انا واخد على مكسب الحمد لله. عشان كده النهارده الرغبه اللي عند الولاد بيتكلم عليها كابتن شريف رغبه موجوده مش من النهارده، هي رغبه موجوده من مباريات الناشئين او المنتخبات او من ساعه ما دخلوا النادي الاهلي، هي دي الرغبه الموجوده. بس النهارده زاد عليها حاجات كتير قوي وصلت الشكل ده، يعني رغبه الفوز موجوده، عايز العب فريق الاول موجوده، فرصه وجات لي مش عايز اضيعها موجوده. بمناسبه الفرصه اتفضل، طالما بنتكلم فني يعني اتفضل، بعض اللاعبين دول لعبوا كاس الرابطه الدفع بيهم كان ممكن مستر موسيماني يدفع بواحد او اثنين او ثلاثه كانوا دخلوا في المنظومه بتاعه الفريق الاول، كان ممكن تلاقي منهم دلوقتي واحد واثنين وثلاثه بيشيلوك في الفتره دي. زحمه النجوم ما يقدرش، هو امتى التوقيت يا ايمن؟ انا بقول لك وانا بتكلم معاك بقول لك ايه، رب ضاره نافعه، يعني الاصابات الكتير والاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت والراحه اللي خدتها اللعيبه اللي هي مجهده كل الكلام ده ادى فرصه النهارده الولاد دي تلعب. لكن لو الامور ماشيه طبيعي وعندك النجوم كلها، عندك سليم واللعيبه سليمه، اعتقد كان الموضوع اتاخر، ممكن تلاقي زياد طارق بس هي كلها حاجه بمعاد سبحان الله يعني. لكن بتحصل حاجه عشان حاجه ثانيه تحصل يعني كل اللي حصل الفتره اللي فاتت دي، حكام وماتشات واختلافات ولاعيبه مصابه والقرار اللي اخذه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، قرار ذكي وصدفه التوفيق النهارده الحمد لله رب العالمين. هو قرار يعني هو قرار صح وذكي ويعني واتدرس كويس قوي. ايوه، وهو في فتره عايز يبعد كل ضغوطات عن اي حاجه تخص بالكوره. النهارده كل حاجه تخص كره القدم بعيده عن ضغوطات، ضغوطات الكوره دي اسوء حاجه ممكن الواحد يشتغل تحت ضغط، فهو شلك كل الضغوط على المدير الفني وعلى اللعيبه، بس عمل حاجه ثانيه، ادى دفعه معنويه لمجموعه الشباب مش طبيعيه. عشان كده النهارده ايمن هي معادله النهارده اكتملت. مدير فني مش مضغوط، بتلعب على مكسب، وعندك مجموعه ناشئين عايزين يقولوا احنا موجودين وفرصه مش هنسيبها. ودي احلى حاجه النهارده في المباراه، سيبك المباراه و3-0 والاداء والاهداف اللي كان معايا كابتن شريف، الكلام ده كله جميل، لكن النهارده درس كده ان لما بتيجي فرصه انا مش هسيبها، حتى لو هلعب مثلا زي محمد حمدي ده في اخر 10 دقايق ولا حاجه، انا عايز العب، عايز اقول انا موجود، انا بظهر نفسي. هو كل النهارده واحد بيقول انا بظهر نفسي، انا عايز ابقى موجود في فريق النادي الاهلي. العب امتى؟ مدير فني يقول لي تعالى ما يجيش، هي دي مش ما بفكرش في كده، انا بفكر استغل الفرصه كويس قوي، ادي اقصى حاجه بغض النظر عن فريق المنافس، ماليش دعوه فريق الاتحاد عامل ازاي، انا بادي ازاي، انا شكلي ازاي، انا الرغبه عندي عامله ازاي. النهارده كلنا قاعدين او كلنا في القناه قاعدين، ما فيش واحد في القناه النهارده قاعد مش عارف ان الاهلي هيجيب جول وهيكسب. مظبوط صح. الموضوع ده ايمن بقاله حوالي 3 4 ماتشات مش موجود عندنا واحنا بنتفرج هنا في الاستوديوهات. صح. تقعد قلقان الماتش الشوط اتاخر، الهدف اتاخر، 1-0، تفضل قاعد قلقان لنهايه المباراه. لا، النهارده انت قاعد من اول المباراه لنهايتها انت عارف ان شاء الله انك هتكسب ومكسب حلو ومش قلقان من حاجه خالص، حتى بعد 1-0 زي ما كابتن شريف قال، لا انت بتدور على الهدف الثاني وبتدور على الهدف الثالث وممكن كان الموضوع يزيد. لكن النهارده تجربه هايله، ارجو حاجه واحده، انسى خلاص النهارده اللي تالق تالق ولا احرز هدف هدف وكل الكلام ده، كل الكلام على الشباب الصغار ده ان انت لسه ما عملتش حاجه. صح، زي احنا بنقول زمان كده، انت لسه اسمك بالقلم الرصاص ما عملتش حاجه. مزبوط. خالص. مزبوط. الناشئ الناشئ كويس النادي الاهلي بيدور عليه اللي عنده استمراريه، مش بيلعب ماتش واثنين وثلاثه وتنام او موسم واثنين، لا لا لا، ده الناشئ ده انا بفكر تلعب لي 7-8 مواسم كده بكسر. خلاص بقى انت مش هتبقى ناشئ، انت مجرد ما تعدي خلاص الشهرين دول مش ناشئ، خلاص تلعب ماتش الثاني الثالث الناس تبدا تتكلم عليك للاسف في السوشيال ميديا تطلع السما. صح، هو ده اللي انا بقلق منه. عشان كده في النادي الاهلي الموضوع ده مختلف، او معنى صح ايمن محكوم قوي، بيعرف ازاي يتعامل مع الناشئ، ازاي يتعامل مع الناشئ، محتاجه شغل كتير جدا بره الملعب. طبعا طبعا، مزبوط. جوه الملعب ده شغلك، بره الملعب لا،
كلام من كلام من سيد، كلام من المدير الفني، كلام من الناس اللي حواليك، الناس اللي بيحبوا اللاعب ده. ولازم قبل كل ده عقليه اللاعب نفسه. صح. عقليه اللاعب لازم يبقى الراجل بيبص لقدام قوي. انا مش بتاع ماتش ولا اتنين وكده. يعني زياد طارق النهارده جايب جول جميل تحفه، حاجه حلوه قوي. صحيح. خلصت خلاص، انا بدور عشان اروح اتمرن بكره. انا فرحان النهارده اروح اتمرن بكره عشان عايز العب الماتش الجاي عشان ابدا اسمي يبقى موجود. هو صح. ده اللي يتقال النهارده. بقول لك مكاسب كتير جدا الحمد لله، 3-0 و3 نقاط هايل. لكن المكاسب كمان اللي بره السباق الدوري العام كتير جدا جدا. مزبوط. جدا. مفيش النهارده اي خساره الحمد لله، ولا اصابه ولا حاجه الحمد لله. محمد محمود حتى لما اتخبط طلع سليم. فدي النهارده كلها الحمد لله مباراه طلعت النهارده هي حلوه في كل حاجه ايمن. صحيح. يعني ولا اصابه وطلع مكسب، ومكسب لعيبه صغيره واللعيبه الكبيره على فكره النهارده مفيش واحد ادى اداء متوسط، كلهم النهارده بيادوا اقصى حاجه عندهم، اقصى حاجه. مش بتكلمش على الحاجه الفنيه، انا بتكلم على الذهنيه والبدنيه، وبيعملوا كل حاجه. كلنا عم بنتكلم على الجول الاول بتاع كريم فؤاد وازاي اشترك الاشتراك ده. لكن هو عايز من جواه، عايز من جواه، عايز يبقى موجود. صح. هنا هو سالم موجود هنا، دي كمان غريبه جدا. يعني كريم موجود في المنطقه دي، دي اغرب حاجه. لكن هو عايز يلعب وعايز يجري وعايز يبقى موجود وعايز يقول انا موجود. عشان كده النهارده المباراه فعلا الحمد لله يعني شبه كامله. مظبوط. برجو ان شاء الله المباراه القادمه تبقى احسن واحسن ان شاء الله. صح. كابتن اسامه الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لينا جميعا ولجماهير النادي الاهلي. برغم ان النادي الاهلي النهارده مريح مجموعه كبيره من اللاعبين، ورغم الاستعانه بمجموعه كبيره من الناشئين، الا ان الفوارق الفنيه كانت كبيره جدا 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 بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد. في فوارق طبعا وضحت في اثناء اللقاء، والرغبه كانت اكتر عند لعيبه النادي الاهلي، وخاصه في الشوط الاولاني. يعني الشوط الاولاني الرغبه كانت اكبر بكتير. الشوط الاولاني تقريبا علي لطفي لم يختبر، طلع كورتين او كره متشاطه كويس قوي في الشوط الثاني من ابراهيم حسن. بقت في محاولات على استحياء للاتحاد الشوط الثاني، ولكن انت من البدايه من الشوط الاولاني انت كنت افضل، اصرارك كان اكبر، حماسك كان اكبر. هي مش فروق فنيه قد ما كان اثبات ذات واصرار من اللعيبه الصغيرين. يعني مش هتقدر اصلك تحكم على الناشئ زي ما انا قلت لك قبل المباراه بانه لعيب كبير. يعني انت في لعيبه في الناشئين اللي لعبوا النهارده لو قيمتهم كلاعب كبير ممكن ما يعجبكش اداؤه، ولكن انت بتقيمه كناشئ واعد. عشان كده علاء قال لك الاستمراريه. يعني هم بذلوا جهد غير طبيعي النهارده، جابوا 3 اهداف جميله، كسبنا بنتيجه مش متوقعه في ظروفنا اللي احنا بنلعب بيها ديت امام الاتحاد في اسكندريه في ملعبه او في برج العرب. يعني كل ده جميل جدا، وفيهم ناس واضح انه ممكن يبقى ليها مستقبل. ولكن النقطه المهمه اللي تبقى في ذهن كل واحد انك انت لسه زي ما علاء قال بالقلم الرصاص. لانه احنا بنقول الكلام ده عن خبرات. النهارده في جهد جدا مبذول، في اهداف جميله، في ناس تتفائل ان هي ممكن تبقى تتحط في ضمن لعيبه النادي الاهلي، الجماهير هتبقى مبسوطه. ولكن احنا كلنا مرينا بالتجارب دي كلاعيبه وكمدربين سواء في النادي الاهلي او خارج حتى النادي الاهلي. مش القضيه انك تلعب مباراه او اتنين وتعيش عليهم سنين. صحيح. النادي الاهلي ما فيهوش كده. النادي الاهلي فيه مش هيلا هيعيش عليهم سنين نفسه اساسا. بس برافو عليك على يعني اقصد انا بتكلم على داخل النادي، ممكن يبقى في حته ثانيه. بس احنا شفنا ده. يعني في لعيبه طلعوا معانا ممكن ناس تنبهر بيهم وبعدين ماتشين ثلاثه وما تلاقوش في النادي، او اقل من سنه ما تلاقوش في النادي. اللي انا اقصده انك انت اديت مباراه جيده جدا النهارده ب3 اهداف جميله، وفي لعيبه بذلت جهد كبير سواء طبعا القدام زي عبد المنعم ومتولي وربيعه وديانج وكريم فؤاد ادوا بشكل كويس وروح عاليه جدا. لكن انا بتكلم على الصغيرين، فيهم ناس يعني ايه تقدر تقول عندنا بعض اللعيبه اللي ممكن تبقى اضافه للفريق الاول لما يكتمل بصفقاته الجديده. كل الكلام ده
حتى لو مش في مرحله اولى كاساسيين، بس بقيت عندك ناس قريبه ان ممكن تلعب. فدي مهمه جدا. فعشان كده النهارده فعلا يستحقوا المباراه، ادوا اداء حماسي كبير جدا، ادوا بروح عاليه جامد جدا، ثلاث اهداف حلوه. ولكن تاني الاستمراريه 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 صحيح. هي دي النقطه اللي لازم الجهاز الفني يعمل عليها، الاداريين يعملوا عليها، اللاعب نفسه بقى كل واحد في دولت يعمل عليها. يعني انت هتقفل النهارده، هيبقى بعد يومين عندك ماتش المصري صحيح. فلازم تستعد له بنفس هذه الروح وهذا الاصرار. وانا قلت لك مش هتطلب منهم المستحيل، هم النهارده عملوا حاجه ازيد من اللي كان مطلوب منهم. مجرد انك انت عايز تكسب عدد كتير صغير، وكمان كسبت بنتيجه كبيره. مظبوط. ده مش في كل مره لازم يتحقق، ولكن المهم ان انا اثبت ان انا لعيب على قدر التيشيرت دوت بالاستمراريه. بالاستمراريه طبعا. هي. ان انا لعيب قد التيشيرت دوت، وان انا اقدر اقول للجهاز الفني عندي وللاداره والناس صحيح. اللي بتقيم ان انا لعيب جدير، ممكن جدير ان صحيح. انا ابقى عنصر من عناصر ال 25 لعيب او ال 30 لعيب اللي هيبقوا مقيدين في الاهلي الموسم الجديد صحيح. عشان اشيله سنوات جايه. فمبروك ليهم، مبروك للجهاز، لجماهيرنا، لقطاع الناشئين اللي طلع الناس ديت، كل الناس اللي اشتغلوا عليهم من سنين ومن السنين الاخيره يعني كل الناس. وطبعا مبروك لجماهيرنا ان النهارده الحماس الكبير اللي كانوا بيشجعوا بيه دوت، ومبروك لينا كلنا يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كابتن بلال الف مبروك. ما حدش كان متوقع قبل الماتش لا هذا الاداء ولا هذه النتيجه. ايه اللي حصل؟ قبل بس المباركه احنا عايزين نطلع شويه القاب كده زي الالقاب اللي بنحب نسمعها. العبقري والبروفيسير والمخضرم وايه تاني يا كابتن علي؟ مش عارف. معجزه والاسطوره يعني لما على فكره عادي جدا انك تكسب بالناشئين يعني عادي على فكره. احنا كسبنا اهو، كسبنا ثلاثه كمان يعني مش يعني هو ده معناه ان احنا هنفضل عايز اقول لك حاجه. وزياد طارق جاب جول عالمي اهو. وزياد طارق جاب جول في ار 2 لا طلعنا قلنا البروفيسير ولا العبقري ولا الدينامو ولا المخضرم ولا المعجزه عادي يعني يعني سمت الفرق الكبيره ان هي تكسب وضع طبيعي يعني ده وضع طبيعي جدا على فكره وده الطبيعي يعني الفرق الكبيره الطبيعي لما تكسب ولما تكسب على فكره بيبقى مكسب عادي جدا. الفرق الكبيره بتفرح بالبطوله وتتبسط بيها شويه مش مجرد انك تكسب ماتش كده. احنا طبعا بنشجع اللعيبه الصغيره اللي لعبت النهارده وبنأذنهم وبنقول خطوه جيده زي ما الكابتن اسامه اتكلم من شويه الكباتن يعني ان دي خطوه خطوه في بدايه طريق شاق جدا لان انت بتلعب في النادي الاهلي. انت بتتكلم على المبالغه في الفرح. اه طبعا صحيح. اما انا مكسب ماتش اقعد اقول عندي لا قاعد على الخط بره عندي بيكن باور لا اكيد مش هنقول كده يعني تمام مش احنا. بس هنقول الراجل دار الماتش بشكل كويس وعمل كويس واللعيبه ادت في الماتش بشكل جيد وروح كانت عاليه بنقول الكلام المنطقي اللي الطبيعي يتقال. لكن الاب نورمال ده مش بتاعنا على فكره صحيح. مش يعني معاك صح مش متعود على كده يا كابتن مش متعود يا كابتن متعود متعود على ما زياد طارق جاب جول عالمي اهو يعني طبعا زياد طارق جاب جول عالمي والوضع غريب جاب جولين يعني ناشين عندك بتسجل وبتهدف يعني ومحمد اشرف عمل الكروس باس رائع جدا بالمقاس صحيح. في ال 18 يعني المجموعه اللي كانت موجوده او المجموعه اللي لعبت النهارده من الناشئين مجموعه جيده صحيح. امكانيات جيده تمام بنقول لهم دي خطوه كويسه لان انت المشوار صعب انت في النادي الاهلي مزبوط. النادي الاهلي المشوار صعب جدا انت بتبقى اساسي وخايف على مكانك اساسي بقالك بقى وانت جاي من الناشئين يعني بتاخد الخطوه اه طبعا جيم كويس جدا ليهم عملوا ماتش كويس قوي واضح الرغبه والحماس وواضح ان هم عايزين يعملوا حاجه ومش هتكلم على الفنيات بتاعتهم النهارده انا هتكلم على الاداء والرغبه والحماس اللي وصلك في انك تكسب 3-0 وكان ممكن تكسب 5 النهارده و6 على فكره المباراه لو انت طماع شويه لو طماع شويه ولحد الاخر واخد الموضوع بجديه جامد جدا لا تكسب النهارده 5-6 مستريح جدا جدا يا كابتن تمام الاهلي زي ما قلنا كده يعني سرعان ما بيرجع بسرعه جدا الاهلي ما بياخد ما بينزلش تحت يعني ما بيروحش بعيد يعني ان عاجلا او اجلا الاهلي هيعود لمنصات التتويج الامر
الامر ده طبيعي جدا باذن الله تعالى ان شاء الله. احنا بس ساعات بنتضايق من اللعيبه في الملعب برضو. ساعات بنتضايق من المدير الفني يعني عادي على فكره الظروف احنا ما عمرنا ما نزعل من النادي الاهلي ساعات الظروف بتبقى اقوى عمرنا ما نزعل استحاله نزعل من لكن احنا بنزعل من بعض يعني ممكن نشوف بعض التقصير من بعض اللعيبه نشوف يعني المدير الفني النهارده يعني ما كانش موفق في تغييراته ما كانش موفق في التشكيل بتاعه لا المفترض كان يلعب فلان ده وضع طبيعي على فكره وتقييم طبيعي جدا لكن كون انك تزعل من النادي احنا ما نزعلش من النادي عشان بس ايه النغمه الموجوده بالنسبه للمفترض يا كابتن بلال كان المفترض انا سالت نفس السؤال لكابتن علاء ميهول كان المفترض انت بعد ما تسال كابتن علاء تسالني ده كلام يعني ما انا عايز اسال سؤال مهم جدا مهم جدا كلام في بعض اللعيبه كانوا بارزين في كاس الرابطه اتفضل كان ممكن يستعنى بواحد او اثنين منهم ايام مستر موسيماني هل كان في صعوبه في الوقت دوت؟ اه طبعا في صعوبه كان في صعوبه صعوبه انك بص هتحط لعيب في وقت صعب انت محتاج فيه المكسب ودي بتبقى مجازفه منك محتاجه تبقى يعني عندك ثقه كبيره جدا في اللعيب بس الفرقه هتشيله بص انا ما بتكلمش على 3 4 محتاج انك انت تبقى مدير فني شفته كويس قوي وحكمت عليه ولعب 3 4 5 6 ماتشات وديه قدامك وابتديت تديله 10 دقائق في ربع ساعه عشان تبتدي تعتمد عليه ما عنديش الوقت ده لان خد ما هي الظروف كانت صعبه برضو ما خدوهم انت بتلعب كل 48 ساعه ماتش بس يا كابتن اسامه اتفضل يا كابتن شريف لا انا هقول كلمه بس اتفضل في الوقت ده كان في 6 7 لعيبه في المنتخب في بطوله افريقيا وانت رحت لعبت كاس انديه العالم ببعض الناس منهم على فكره وحصل تطعيم ليهم وطلعت الثالث في وجودهم لما بيرجع لك الخمسه سته بلال اللي هم العماد الاساسي بتاع الفرقه علي لطفي اللي لعبك كابتن ما انا بقول لك بعد كده بيرجع لك السكواد بتاعك الرئيسي سليا وفتحي ومحمد عبد المنعم بيخش عليك الشكل اللي انت كنت بتنادي بيه انك كنت عايز تلعب بيه بطوله كاس العالم للانديه بس هو ده اللي بيخلي المدرب محطوط مع نجوم عندك علاء قال لك نجوم في نجوم موجوده ايمن هو صح في طبعا طبيعي ان الاساسيين هم لعبوا النجوم هم اللي لعبوا او ولكن احنا بنتكلم في ظروف معينه نادي الاهلي كان ابتدى اداء لعيبه كتير يقع وفي لعيبه مع احترامي الكامل ليهم من الـ الشكل اللي هو دخل اللي ما كانوش اساسيين لعبوا خدوا فرص كتير جدا ما كانوش بيحققوا حاجه في الوقت ده انا معاك وجهه نظري كان في لعيبه كان ممكن جدا يتم الدفع بيها في التوقيت ده في لا مش دلوقتي لا في التوقيت ايوه بقول لك في التوقيت ده ساعتها السؤال اللي انت سالته ايوه بالظبط لعلاء وبلال انا مع وجهه النظر دي في بعض المراكز كان في لعيبه خدت فرص كتير جدا ولم تحقق شيء كان في وقت ممكن جدا ثلاثه او اثنين او بتاع يتزقوا بشكل كويس بحيث انه يبقوا في وقت معين خلاص انت مش هتقول عليهم ناشئين او مش هتقول عليهم ناشئين يعني هيبقوا خلاص في قوام حصلت صحيح. مؤخرا في ماتش ولا حاجه مع زياد طارق لكن من ساعه كاس الرابطه كان في فتره ممكن جدا تدفع ببعض اللاعبين وخاصه كان بعض اللاعبين القدام في اصابات مجهده إصابات. وكان في اصابات خد بالك كابتن اسامه لكن مش بقى زياد طارق في بعض الاوقات برضه بس يعني مش بدري مش بدري خدها متاخر يعني بس انا يعني وجهه نظري انما 10 ممكن يشيلوا واحد صحيح 9 طبعا ممكن يشيلوا 2 طبعا فاهم فممكن تدفع بواحد يعني حتى لو هو مش كويس هيتغير ويخش واحد تاني انا قصدي ان هو التوقيت كان ممكن طبعا الدفع بلعيب او 2 انا مع وجهه نظري نفس الشيء انا ممكن تكون خطا نفس الشيء انا مقتنع عايز تقول انا مختلف. عايز تبقى انت واثق في قدرات اللعيب ده قوي وتدي له في التايم المظبوط برضه يا كابتن لان خد بالك انت ممكن يبقى لعيب كويس بس يعني بلغه الكوره توقيت مناسب لازم فعلا انا معاك كابتن علي تخلص عليه تخلص عليه يعني انا النهارده الفرقه مش فايقه بالنسبه لي عايز العب واحد انا عايز لعيب اعتمد عليه ممكن النهارده في ظل عدم فوقان الفرقه تحط لعيب كويس يعني ينزل ما يبقاش كويس في ظل كم الاجهاد اللي انت كنت بتشوفه واللعيبه بتلعب ماتش والتاني فتحط لعيب انت بتحطه ليه؟ انت عايز تطلعه ولا عايزه يشيل معاك؟ هي دي بس النقطة يعني بس لو كويس انت كسبته ما هو كويس دي تعتمد برضو على هو اللعيب وشخصيته ومدى دخلت في مجازفة ما هي ما خد بالك ما هي كويس مليار في المية مجازفة كابتن علاء زي بلال بيقول لو لا قدر الله الغلط هتخسره هو اساسا طبعا انت كمان كمدير فني لو هو لاعب وحش مش هتقدر تعتمد عليه بعد كده
لا انت هتعتمد عليه ولا انت جماهيريا هتقدر تسيبه. وخد بالك وهتخلي الجمهور يبص له بنظره، ما هو الناس برضه هتشوفه فيما ما شفتوش في التدريبات، فهي بتشوفه للوهله الاولى في الماتش، فلو ظهر وحش مش هتبقى متقبل بالنسبه لك. لا هو بلال انا وجهه نظري ماشي، انا مقتنع تماما ان الناشئ بيخش بتوقيتات معينه في ظروف معينه، لكن انا بتكلم على فتره بعد كاس العالم وساعه كاس الرابطه وكاس العالم للانديه، في بعض اللاعبين لعبوا زي مغربي، زي خليفه السردباكات، زي محمد اشرف النهارده لعب، زي كوكا قبل كده. بس ممكن نستاذنك بس نروح لزميلنا فاروق صلاح على التليفون نتعرف منه بقى على الاجواء بعد المباراه، ومستر سواريش قال ايه في المؤتمر الصحفي. مساء الخير يا فاروق، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ايمن، يعني خليني اجدد التحيه بيك مره ثانيه يا كابتن ايمن وكباتن مصر الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي والكابتن احمد بلال. ابارك لحضرتك وابارك لكباتن مصر وابارك لكل جمهور النادي الاهلي. ماتش ثلاث نقاط وثلاث اهداف واداء رائع من النادي الاهلي النهارده. النهارده طبعا يا كابتن ايمن في المؤتمر الصحفي مستر ريكاردو سواريش اتكلم في اكتر من نقطه. في البدايه اتكلم على شكر اللاعبين على ادائهم واشاد بملعب الجيش ببرج العرب، قال واحد من افضل الملاعب اللي لعبنا عليها، واتكلم ان الملعب النهارده شكر مسؤول الاتحاد ان هم رشوا الملعب وده ساعد ان رتم الكوره يبقى افضل والاداء كان احسن بالنسبه للاعب النادي الاهلي. طبعا اتسال على الدفع بالناشئين وقال ان طبعا عندنا غيابات وعندنا اصابات، الوقت صعب بس الناشئين النهارده اثبتوا كفاءه. اتسال ان قرار مجلس الاداره الدفع بالناشئين رفع او خفف الضغوط عن الجهاز الفني وعن اللاعبين، قال بالفعل الكلام ده صحيح وانا هنا موجود علشان احقق مصالح النادي الاهلي ومصالح الجماهير وانفذ استراتيجيه النادي الاهلي. اعتقد ان القرار ده يعني خفف الضغوط عن اللاعبين، ورغم ان الوقت كان قصير لكن اللعيبه استوعبت الكلام والشغل اللي يعني اللي حصل خلال الفتره الماضيه. قال ده برضو جزء خاص بقطاع الناشئين وان احنا نقف على بعض اللاعبين علشان الموسم الجديد ده بالنسبه لنا، وده ما يمنعش حق اللعيبه اللي غايبه النهارده عن المباراه، هم شركاء النهارده في الفوز، انا مش هقدر انساهم. اتسال ان هل الفرصه ان هو يدفع باللعيبه الناشئين هل هيكون هو ده استمرار للمباراه اللي جايه؟ قال احنا في فتره تقييم طبعا واستعداد للموسم الجديد، لكن انا لسه متمسك بالامل، واي فرد داخل منظومه النادي الاهلي او بيلعب باسم النادي الاهلي لازم لا يفقد الامل ويتمسك بالامل. قال ان اللعيبه الكبار اكيد منهم غيابات ومنهم اصابات، لكن الفتره الحاليه احنا هنكمل المباريات باللعيبه الناشئين. اتسال ايضا عن النادي الاهلي خسر كاس مصر يعني وفرصه في الدوري صعبه، قال انا جاي عشان احقق بطولات مع النادي الاهلي، واي فرد او اي مدير فني هيجي النادي الاهلي لازم يكون هدفه البطوله. انا عارف ان الظروف صعبه والمنافسين اللي معانا في البطوله اقوياء وظروفهم افضل، لكن انا عندي ضغط مباريات، انا بلعب كل في 36 يوم لعبت 12 مباراه وده رقم كبير جدا، من خلال 36 مباراه خلال 36 يوم العب 12 مباراه مع كم اصابات كبير جدا من اللاعبين، لكن انا عندي ثقه ان الفتره اللي جايه هيبقى في فتره توقف او فتره الراحه اللي حصل عليها اللعيبه الكبار او اللعيبه الاساسيه، اعتقد هتدي فتره راحه هتدي افضليه ليهم مع بدايه الموسم، لكن انا برضو لسه متمسك بالامل والمنافسه على البطوله وبشكر اللاعبين. وطبعا احنا كمان ثلاث ايام عندنا مواجهه صعبه وعندنا مباراه ثانيه، بنقفل المباراه صفحه المباراه النهارده ونبدا من شغلنا من بكره ونستأنف تدريباتنا علشان نركز في المباراه القادمه امام النادي المصري باذن الله. عندك حاجه ثانيه يا فاروق عايز تضيفها؟ انا معاك يا كابتن ايمن مع كباتن مصر لو في اي استفسار او اي تساؤل. وخليني اقول لك ان النهارده جماهير النادي الاهلي بعد نهايه المباراه شجعت اللاعبين وندهت على اللاعبين وحيت اللعيبه الشباب، وهو شكر بالمناسبه كابتن ايمن يعني نقطه مهمه جدا ان هو شكر جمهور النادي الاهلي، قال انا بشكر الجمهور ان هم لحد دلوقتي بيساندوا وبيأزروا اللعيبه، انا بشكر جمهور النادي الاهلي وهو ده اللي انا اعرفه عن جمهور النادي الاهلي، وعارف ان جمهور النادي الاهلي ما بيعترفش بالاحصائيات ما بيعترفش بالارقام وبيعترف بحاجه واحده بس هي البطولات. صحيح. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. شكرا يا فاروق. اتفضل يا كابتن اسامه وبعدين نبقى نتكلم على اللي قاله مستر ريكاردو.
انا من يعني الواحد شافه سواء هو بيلعب او مدرب او كذا، انا من انصار ان الناشئين بيدفع بيهم في توقيت معين بطريقه معينه وظروف معينه، لانك انت عندك تيم اساسي، مفيش حد في العالم في اي فرقه في العالم يقول انا بلعب على بطولات واقول هلعب بالناشئين، مفيش كده. لا 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 مستنى افهم كلامي. لا ما انا افهم كلامي، استنى يا اخي. فالاساس اللعيبه اللي هي اللي عندها خبرات والنجوم و ولكن في بعض الاوقات وببعض التوقيتات او بعض الظروف انك بتدفع بعدد من الناشئين في توقيت انت محتاجه. انا عشان كده انا قلت لك الفتره اللي هي النادي الاهلي لعب كاس الرابطه وكان في كاس عالم للانديه وفي قبلها منتخب وفي قبلها في لعيبه خدت فرص لم تثبت جدارتها بارتداء التيشيرت. انا بتكلم في الوقت ده كان في بعض الناس اثنين ثلاثه من الناشئين ظهروا بشكل كويس كانوا ممكن يتم الدفع بيهم في توقيت قبل كده، مش بمعنى اساسيين بس بجرعات لغايه لما يدخلوا في نسيج الفريق. لكن مش معنى ان انا بقول إن لان انا مش من انصار يعني الموضوع ده، لانه مش واقع، لانه بص كابتن يعني لقطه مش عايزه كلام بصراحه. جمهور النادي الاهلي طبعا جمهور النادي الاهلي الداعم اللي الاول قلنا للفريق عنده ثقه في الفريق دايما باي حد. على قال لك لو لعبنا بفرقه 12 سنه 14 سنه هتبقى مطالبه اللعيبه تكسب. واحيانا بقى لما بيحصل بعض النتائج السلبيه الجمهور بيزعل وينتقد لانه مش متعود على الخساره، فده ما يضايقش حد. احنا كلنا كمحللين هنا كاداره كلاعبين، لا بتكلم على اللاعبين الاجهزه، ما تزعلش من الجمهور انه بيزعل في وقت معين لانه هو تملي عايز الفرقه تكسب وتملي عايز يشوف الفرقه في احسن حالتها وتملي عايز يشوف ده حقهم علينا. ممكن تجيب الكره دي معلش ايوه بص الكره دي طبعا اصرار غير طبيعي. كريم كمان واخد باله ان منصف طالع ولكن بص الروح العاليه. ما هو ما انا قلت لك طبعا ده جون عالمي من وما قلناش عليه حاجه كابتن زياد. لا رقص كويس قوي وحطها بشكل رائع والكره اللي قبلها حماس كبير جدا من كريم ومتابعه جيده جدا من احمد سيد غريب. في حماس كبير واضح من بدايه الشوط الاولاني. فانا بقول لك ان الجمهور داعم على طول للفرقه ولكن احيانا بيبقى زعلان بينتقد ساعات احيانا بعض انا مش بقول كل الجماهير بيبقى في شيء من الهجوم اللي احنا مش متعودين عليه في النادي الاهلي سواء سباب او غيره ولكن ده بيحصل وكلنا عشنا الاجواء دي. لكن في لحظه انت بتكسب او عملت حاجه جيده بتلاقي كل الدعم وكل يعني الناس بتصيط فيك في كل حته. فالناس بتغير رايها بسرعه لانها عايزه الفرقه تبقى في احسن حال وتكسب. فطبعا ده جون حلو جدا 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 من زياد. اتقان في المهاره في الترقيص عنده شخصيه عنده شخصيه ما بص انت قلت عنده شخصيه مهارة. دي اول حاجه تتحط في لعيب النادي الاهلي سواء اللي انت بتشتريه من بره او اللي بيصعد من الناشئين ان يكون عنده شخصيه وعنده ثقه في نفسه ما بيخافش ما بيقلقش انه بيلعب ما يقلقش من الجماهير. طبعا دي برضو كره عرضيه حلوه من محمد اشرف وتوجيه غير طبيعي من احمد سيد غريب حطها كابتن شريف قال لي قبل الماتش مميز جدا في لا موجه بص الكره ازاي في الزاويه البعيده انا دي ما شفناش حد بيحط كره بالمهاره حطها حلوه قوي حطها لا حطها حلوه قوي يعني قوي. فاللي انا بقوله ان الجمهور في لحظه زي ما بيبقى زعلان في لحظه بيرفعك لعنان السماء. فلما يجي يزعل ما تتضايقش منه قوي اتضايق عليه ان هو زعلان منك انك انت مقصر او انت وحش او انت مش مادي اللي عليك او انت مش عامل له اللي يرضيه. احنا نفسنا كده شوف احنا كلنا معتزلين من كام سنه
الناس بتقابلنا في الشارع وكاننا احنا بنلعب وبتلومنا. يعني انا على سبيل المثال ناس اصحابي جدا اهلاويه بيعاملوني انا لما بنخسر اكن انا اللي كنت بلعب في الملعب، بيبقوا زعلانين مني ويكلموني بطريقه. يعني انا اقصد ان الجمهور عايز الفرقه يعني على طول كويس، على طول كويس. فلما بيزعلوا شويه خلاص نستحملهم. صحيح. فالنهارده ماتش كويس و و و و يعني ايه يعني امل كبير انه في بعض الناس ممكن مع الوقت بس مع الاستمراريه ان هي ان شاء الله يبقى ليها دور مع الناس اللي هتبقى موجوده جديده او الناس القديمه لما ترجع بعد الاصابات او الراحه، انه يشاركوا في صناعه امجاد النادي الاهلي زي ما اللي قبليهم عملوا. يعني ان شاء الله يعني الاستمراريه الاستمراريه تخليك انت كمدير فني في موقف صعب. طبعا خلي بالك النهارده لما تكسب انت 3 انت لما تكسب 3 صفر صعب حلو بس صعب حلو ماشي صعب حلو بس انت لما تكسب النهارده 3 ابتدت تحط عليك مسؤوليه طبعا. وعلى اللعيبه اللي لعبت مظبوط. لما اجي في ماتش الناس هتفتكر كده، ولكن احنا عشان احنا برضو عشنا الاجواء دي بنقول لهم ممكن جدا الماتش الجاي تبقى الامور اصعب، ممكن الفوز يبقى صعب، ممكن نتعادل، ممكن ليه الشكل ده قوي. فلازم عشان كده بنقول انه استمراريه الاداء والاصرار والتصميم وان انا احط رجلي باستمرار في فرقه النادي والاداء كل ده لابد انه يكون موجود يعني ان شاء الله. كنت عايز تقول ايه في النقطه دي يا كابتن علاء؟ لا بقول لك يعني حاجه مش يعني حيلة مش وحشه على فكره لما يكون ماشي عارف هو انت فاهم قصدي يعني انا فاهم يعني فاهم فاهم ان شاء الله يعني تستمر. هو 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 بص يا هو القرار اتاخد ايه؟ ان انا هعمل ايه؟ ايوه هكمل أيوه. بالناشئين أيوه. يبقى دلوقتي الاولويه لمين؟ الناشئين مش المجموعه دي مجموعه الناشئين أيوه. طول ما الناشئين دول بيأدوا كويسين أيوه. هيبقوا موجودين كويس، لكن هيبقى بتدعيم مع الناس القديمه. بص يا ايمن في الفتره دي حتى لو عايز تيجي على حد هتيجي على الصغير مش هتيجي على الكبير. بس خلاص انت جبت بس انا قلت لك الاخر خلاص. طب انا كنت عايز اسال ايوه ما انا قلتها خلاص. طيب كابتن شريف ايه سبب تفوق النادي الاهلي النهارده؟ هل هي الروح بس والحماس بس ولا لا مش معقول الروح والحماس بس هم اللي هيدوك الافضليه؟ سألنا انا بقول فوق بقى كان بقول حاجه للبلاد. عدم الفلسفه بصراحه. انا بتفرج اللعيبه حاسه بالموقف اللي هي فيه وحاسه بالفتره اللي فاتت كلها، فكل لعيب النهارده بيسهل الدنيا بيستلم بيسلم لزميله. الزياده في التسليم ايه؟ ان في حيويه في الملعب، في تحركات. يعني انا بطلب الكوره الماتشات اللي فاتت. بص اللقطه دي عايزك تجيب معلش ممكن تجيب لي الصوره لاحمد سيد لما منصف صد الكره دي صد الانفراد، يعني لو في امكانيه ان احنا نجيبها تاني ونشوف رد فعله. بس ماشي اتفضل يا كابتن شريف. خلينا في الاداء بتاع النادي الاهلي النهارده اللي هو وصل احمد سيد غريب انه يكمل في كوره زي دي ويشوف الرؤيه ويلعبها ببطن رجله الحقيقه. فده من احد الحاجات اللي انا بقول لك شكله في ال 18 خطر بيقف صح بيبقى مواجه للجول، انما طبعا ده الهدف ده عنوان المكسب عنوان الاداء اللي انا داخل العب بيه، عنوان التركيز ان انا عايز اكسب النهارده. يعني ده المبدا اللي عندي، دي الرغبه اللي عندي، انا بادي اللي عليا. كل لعيب ادى اللي عليه، تحمل المسؤوليه النهارده. ما حبش الجماهير اللي جايه له دي انه يغزلها. قال لك لا احنا النادي الاهلي بسياستنا المتبعه بكل شيء متربيين في النادي الاهلي مفيش حاجه تتغير، اللي بيتغير الخبرات بس، اللي بيتغير كم الوقت اللي انا لعبته في الملعب بس. هم بيلعبوا في وقت انا وعلاء وبلال وانت وسامه قلنا اللي مش هيلعب درجه اولى دلوقتي مش هينفع بعد كده، ملوش دور، ملوش دور خلاص. حتى الولد اللي نزل ايوه بص يا كابتن بص يعني حضرتك بتقول ان حتى ناشئين النادي الاهلي لما يلعبوا بص واقف هدف واحد، لا بعد ما بص بعد بقى ما ايه مش مصدق بص رد فعله بقول لك يعني إيه؟ ده مع ان في واحد حاطط رجله معاه مش مديله حريه انه يحطها سهله بالظبط، مش زي بتاعت الاتحاد اللي اتلعبت من ورا عبد المنعم وراح وحطها وحش قوي. فهمتني؟ فالشكل اللي اتلعب بيه النهارده المباراه اساسه تحركات اللعيبه لبعض
الهارموني بتاع اللعيبه اللي هي لعبه مع بعض قبل كده. كل واحد ما عندوش غربه. يعني انا ما بلعبش النهارده جنب سولية وحمدي فتحي كويس بالنسبه لزياد طارق ها لا ده انا بلعب جنب صاحبي اللي بيلعب معايا في احمد سيد غريب ومحمد فخري واحمد سيد مستني بيبص لمحمد اشرف فبيلعبها له عارف انه هناك في الماتشات اللي بيلعبها في السن الناشئين بتاعته انه بيلعبها له يا اسامه على طول فهو واقف مستني ويا سلام على الثقه والجمال وهي بتتلعب ورايح الحاجه بقى اللي بيجدها الطق الطلقه زي الكره الطايره كده سماتش بدماغه وطالع راكبها وشايف وعينيه وحاططها في زاويه ده راس مال احمد سيد غريب. ايوه اللعيبه كلها النهارده تحملوا مسؤوليه ان هم تيشيرت النادي الاهلي ينتصر النهارده. بص 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 الصوره دي هي الكره اللي دي الكره اللي بتتكلم عليها يا كابتن. ماشي الدار بص انا عايز 1 2 3 4 5 6 انت ست لعيبه بيبحثوا ان هم يكونوا في الجزء الثاني في المنطقه الثانيه بتاعت نادي الاتحاد. شوف الاتحاد كام واحد. ايوه بالظبط 2 4 6 8 وجبت بثرو باس جول مظبوط. نمشي كده الصوره كمل. بص وقفته عامله ازاي بالجنب ازاي وشه فين دماغه زي الطلقه واخد القرار وقف الهوا حاططها وفتح مزبوط. عينه ها مظبوط. كل المقومات قول يا استاذ لا كل مقومات اللعيب في المنطقه دي هو عملها. فالحقيقه خلى شكله كويس قوي النهارده خلى شكل فيه اعتماد عليه الماتشات اللي جايه برده اداك فرصه كبيره جدا ان يكون عندك اكتر من مهاجم في المنطقه دي. انا مش هخسف حق حسام حسن ولا صلاح النادي الجاري من اصابه كل دول جايين من اصابات كل دول جايين من ارهاق انما عليهم انهم يشتغلوا بقى على نفسهم الفتره اللي جايه لو حابب انك تبقى موجود في المنظومه يعني. فانا ببارك للولاد الصغيرين النهارده الروح والحيويه اللي مالوا بيها الملعب وزي ما قالوا الكباتن طبعا ده دي بدايه للتعرف عليهم. حتى زياد طارق النهارده بدايه للتعرف على الشخصيه اللي هي رايحه على الجول وبتعرف تبعت كوره هيعمل ايه بقى في المرحله دي؟ اللعيبه اللي حواليه كله يا بلال هيثقوا فيه. صحيح. هيفكروا فيه. هيدوا له الباس ان تايم بقى بعد كده مش هيقولوا له خد يلا ورينا هتعدي من 1 2 3 لا هو هياخد خطوتين زياده ويعدي وهتبقى عنده عاده الثقه اللي هو يقدر يلعب فيها كور زي دي. هيبقى مثلا ممكن هيبقى يشوطها يروح قاطم وداخل لجوه وعاملها بالعرض الواحد بعد كده هتلاقي فيه تنميه في بعد كده تنوع في الاداء كله من جميع اللعيبه الحقيقه. الثقه بتدي كل حاجه بتطلع الكره اللي عندهم بقى. صحيح. فانا بتمنى لهم التوفيق ده يعني برافو والله. الثقه تيجي يا كابتن علاء بالاستمراريه ولا الماتش ده يدي ثقه للماتشات اللي جايه؟ لا ده يدي ثقه للماتشات الجايه. يدي ثقه للماتشات الجايه طول ما يعني طول ما انت بتكلم على الناشئ. الناشئ 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 اهم حاجه زي عارف ايه يا ايمن زي ما بتعلم الولد اول خطوه مهم قوي يمشي اول خطوه صح وبعدين الخطوه الثانيه جنبها. ايوه هو ده يعني ماشي اول خطوه خدها صح كويس قوي الثانيه الثالثه الرابعه غير لما ياخد خطوه مش حلوه او يلعب مباراه مش حلوه بدايه مش حلوه هو بيقلق. يعني الناشئ في الوقت ده ما بيركزش او بيفكرش غير انا عايز ابقى كويس عايز ادي كويس قوي عشان مش عايز اضيع الفرصه دي. صح. فبيبقى عليه حمل جامد قوي. بس اللي النهارده منزل الناشئين دول بالهدوء ده زي ما بقول لك الكلام احنا كانت في كلنا حته القرار اللي اتاخد القرار اللي اتاخد بعد عنك الضغوط تماما القرار ده لو ما اتاخدش يا ايمن والناشئ ده لعب مش هيبقى بالهدوء اللي هو فيه ده خالص. هو النهارده حاسس مش في اختبار. صح. هو حاسس النهارده انا بعتمد عليك انا نازل بالظبط انت فاهمني اصل في فرق ان انا بختبرك وفي فرق انا بعتمد عليك زي ما كان اسامه بيقول لك حته يعني حته الاستمراريه اللي بيقول عليها اسامه دي ما هو حل من الاثنين. انا النهارده نازل يعني معتمد على اسامه مش بشوف اسامه. أيوة. دي بتفرق يا ايمن بين الناشئ بتخليك نازل الملعب انت اكنك لاعب في النادي الاهلي 7 8 سنين فنازل عندك ثقه كويسه قوي هادي من جواك ما عندكش مشكله فبتأدي بقى الاداء الطبيعي بتاعك بتجري امتى بتقف امتى التمرين امتى هو ده اللي كان مطلوب النهارده. أيوة. والرساله وصلت الثمار اللي خدتها المباراه النهارده كتيره جدا 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 تطلع النهارده بكم اللعيبه دي كلهم مستواهم كويس قوي مع التفاوت طبعا في النهارده واحد سمع او علم عند الناس زي احمد سيد غريب. أيوة. علم النهارده الهدف ايه. أيوة. في واحد النهارده قال لك لا ده في لعيب جاي
شخصيه ومهاره عاليه. زياد زياد من فتره معروف، لكن النهارده لما بيبدا يعمل الحاجات اللي هي بيعملها اللعيبه الكبار دي بمنتهى الهدوء يقول لك لا ده لعيب بروميسنج مميز نجم موهوب هيبقى حاجه جامده في الكوره. هو صحيح. النهارده ايمن انت خدت كل يعني بص ده ثقه في نفسه بيعد من واحد واثنين وهو بياخد بص بيعمل كده هو بالزارف. عارف هيعمل ايه يعني الحاجات دي بيعملها لعيبه كتير قوي تاخد الفتره عشان تعملها كده هو لا هو عدى من واحد وقت ما كسر بالكرة جوه وعارف هيعمل ايه هو متعود زي ما الكابتن بيقول لك في ماتشات الناشئين متعود هو بيعملها على طول اكيد بيعملها في الماتشات مش وليد الصدفه يا كابتن شريف هو متعود يا ايمن ان هو في الحته دي بيعملها فهو خلاص هو متعود على المكان ده وهو بيثق في مهارته وهو طبعا لعيب ما شاء الله عليه مهاري جدا بص هادي جدا وقرار زي ما قلت يا كابتن علاء برضو رفع عنك الضغوط فعلا بص كجهاز فني وكلعيبه لو النهارده اللعيبه دي ما تخد يعني ما جاش القرار بتاع مجلس اداره وكابتن خطيب ان انا هلعب بالناشئين وبعد عنا كل الضغوط ولا كان المدير الفني هيبقى بالهدوء ده ولا لعيبتك بالهدوء دي استحاله يا ايمن خصوصا بيلعب الاتحاد وفي اسكندريه وفاهم ومباراه على ثلاث نقاط انت لسه السباق في الملعب لسه لا انت النهارده لا النهارده في حاجات كتير حصلت قبل ما تلعب ايجابيات قبل ما تلعب فتخيل انت نازل المباراه النهارده وانت واخد ايجابيات فطبعا بعد المباراه ايجابيات قبل المباراه وبعد المباراه فانت النهارده الحمد لله طالع 100% في المباراه عكس مباراتي يا اخي السابقه اللي فاتت كنت حتى تكسب تطلع باثنين ثلاثه مصابين بالظبط ويبقى قاعدين احنا قاعدين متضايقين يعني فرحانين بالمكسب بس في اثنين ثلاثه مصابين لا النهارده الحمد لله تحس الحمد لله لكل حاجه شبه مكتمل شبه مكتمل اترسمت صح يعني المباراه اتعملت كويس قوي اخطاء بسيطه جدا ثلاث اهداف الحمد لله ما فيش اصابات طمنت لعيبه كتير جدا النهارده النهارده حصل حاجه في الملعب اللي احنا كنا دايما بنتمناها ان هو اللعيبه الكبيره بتساعد الصغير النهارده في واحد في الملعب اسمه ديونج مدي امان للعيبه الصغيره بطريقه مش طبيعيه ديانج النهارده كل تحركاته اللي هو العب واجرط واغلط انا موجود بالظبط هو ده النهارده كان بيعمله ديانج ايمن انا في ظهرك انا في ظهرك مفيش مشكله كله بيلعب العب وهاجم واعمل عايز تعمله انا موجود مديك امان مش طبيعي كل لعيبه بتتحرك كل لعيبه بتجري كويس قوي النهارده وجوده هو وفخر النهارده بص ماليين نص الملعب يعني اسيست الجول الاول ده طبعا بص وشايف النهارده وتمريره كده ولا ده اللي كمان مش طبيعي كمان يعني انا حتى بقولها في شرح الجول يعني كون ان باك رايت يعني او مكانه في الملعب بيجي في المكان ده ويدخل الدخله دي والروح بص الروح بص انا دايما بقول حاجه طول ما انت بنازل بروحك وشخصيتك الامور اللي بعد كده سهله لو فقدت الحاجتين دول لما تلعب انت بتتعب وده اللي كان بيتعب النادي الاهلي في المباريات السابقه قبل كده بتبقى فاقد الروح مش عالي قوي وفاقد شخصيتك لما بتبدا تدور الحاجات دي بتاخد وقت كتير قوي انت النهارده لا انت النهارده نازل روح وشخصيه وتركيز واداء وعايز مكسب وفي حاجه كمان يمكن كلمتني في كذا مباراه قبل كده عن غياب التوفيق بالظبط النهارده لا سيناريو المباراه النهارده النهارده لا النهارده بالزبط. كل حاجه بالزبط. ربنا موفقك تماما مزبوط. تماما الجول الاول ربنا وفق ان كريم راح يلعب الكوره وسيد رايح الجول الثاني توفيق برضو الكوره اللي عملها زياد ممكن كانت تطلع بره صح. الجول الثالث هتشرحه كابتن شريف ممكن بعد كل دول ضربه الرهي اللي الراس الجامده دي تضرب في القائم وتخرج زي كوره ميكسوني في اخر ثانيه طب ما خبطت في القائم وطلعت كان ممكن تخبط في القائم وتروح داخله وطلعت نقاط لكن هي سبحان الله ربنا يعني كل مجتهد نصيبه لا مش طبعًا. كل مجتهد كمان يا كابتن شريف يعني هي اسباب ربنا بيسببها طبعًا. كل اللي حصل ده الاسباب عشان النهارده يحصل تشوف الواد الصغيره دول تعمل اداء الحلو ده جمهورك يرجع مبسوط من اسكندريه وشجعك بس عوده البسمه بالظبط يعني النهارده المباراه دي مع انها نص ديانج تاني برضه كابتن لا بص يا ايمن مديك تواجد في نص الملعب مش طبيعي صحيح. بابا تحس ان بابا حاجه والله يا شيخ بجد انت وبعدين ما شاء الله كميه الجري عاليه لا وراح ياخد الكره عشان يجيب جول بص بص ايمن اكتر حاجه في اللعيب الصغير او الناشئ وهو بيلعب بيبقى مطمن يا ريت تجيبها لنا من الاول بص ياخد الكره من علاء بدأ من نص الملعب هو بص لقدام وبعدين ناحيه الشمال احنا دايما كنا بنشوف ديانج ناحيه اليمين لا هو ناحيه الشمال هي اللي مش شمال ده اليمين ما انا بقول لك لو كمل هو كمل كمان طبعا هو لو اتلعب يطلب العرض على الارض جول هو ليه كمان لكن هي انا بس عايز اقول لك ان هو النهارده تحس ديانج بيلعب
بمسؤوليتين. أيوة. مسؤوليه ديانج اللعيب وديانج عشان الولاد الصغار يبقوا كويسين. فالنهارده عامل دورين، مفيش تعب، جري مريح جدا. بص الراجل بيجري بالكوره وقاط، يعني حتى لعيبه الاتحاد مش قادره تجري في الجري نفسه، مع انك لما بتجري بالكوره انت ابطا، لكن هو ما شاء الله طبعا هو دايما حاضر بدنيا. مزبوط. وبعدين الميزه اللي زاد فيها قوي ديانج الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي حته بعد الجري التمرير. برافو عليك. تمرير بقى مفيد جدا. الكره دي يا ريت يرجع بالكره دي والنبي. ماشي نرجع الكره دي في الماتشات يا علاء. بص ماشي 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 من عند محمد اشرف كده والنبي بيرجع. الدال ماشيه 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 كمان 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 كمان. بص يا علاء من هنا ها في الماتشات الناشئين بيبعتها في الجول في البعيده. بيبعتها ايه بس هو شروح. هو ما عارف كده بس عشان هنا النهارده اول يوم اول امضى النهارده. بلال بلال بص بقول لك ايه هناك بيبعتها بص بص يا كابتن شريف حلو قوي حلو انا بقولها له هو عشان لا ما انا هقول لك هقول لك ما هو ده ناشئين وزياد طارق ناشئين. بس فكر وفكر ده خد خد المخاطره والريسك وعنده ثقه في نفسه وعملها. ده اللي كان بيتكلم عليه اسامه يقول لك ايه في ناشئ خطوه خطوه بل لحد ما يثبت نفسه. وفي واحد يروح على طول معلم معاك. انا عايز اقول لك ان هو بيعرف. ايوه الحته دي لكن هي حته بتفرق من واحد لواحد. زياد زياد صعب في ناشئين عنده شخصيه. والله هقول لك على حاجه بلال بلال الاثنين دول زياد ومحمد اشرف في الناشئين تمشي من هنا. اتكلمنا عليهم كتير على فكره. بس هو ممكن هو على الخط هو ايه اللي يجربها بلال ممكن يجربها ممكن والله في الناشئين بيبعتها الجمه بيشوفها. ايوه لا لا, لا وهنا برضو ممكن تدخل رجليتي ممكن في رجليتي لا يا كابتن شريف بقى ثقه لعيب الراجل ده حبيبنا ممكن ثقه لعيب في نفسه واللعيب لسه بيجيب الثقه. انما هما الاثنين مستواهم عالي جدا بس واحد تقول لا ده في موهبه ونجم هيكمل معاه. فكرتني بالكوره بتاعتك بتاعه كاس مصر اللي في اخر ثانيه اللي رقصت فيها عادل وجبت جون التعادل. دي شخصيه اللاعب دي الهدوء ما هي هي, هي اي واحد هيعملها وانت تاني ممكن يروح يعملها على طول. هما الاثنين لعيبه كويسه بس في واحد عنده ثقه في مهاراته وعنده ثقه في نفسه عمل دي. التاني لو بعد ماتش او ماتشين هيعمل اللي انت بتقول عليه ده كابتن شريف بس بياخد وقت. هو ده اللي كان بيتكلم عليه اسامه. في واحد بي مع الوقت كابتن بالظبط فاهم مع الوقت. لا لا انا اقصد اقولها له. بص يعني لو سمعني اقصد ان انا اقولها بس عايز اقول لك حاجه. اتفضل. احيانا الثقه بتيجي للناشئ مش شرط من اول ماتش. لا طبعا يعني بيحتاج ماتش في الثاني. هو ده الوقت اللي قال عليه اسامه. هي في ثقه بتيجي من اول ماتش. ده الوقت اللي قال اسامه عليه. مفيش ثقه طبعا بس ماتش زي ده يحطك يحط يعني يقطع بالشوط. بالظبط كده يقطع شوط كبير قوي قوي يقصر المسافه. يعني يقصر بس خد بالك برده يا كابتن يعني دي برده الماتش ده الماتش اللي زي ده بيبقى سلاح ذو حدين شويه يعني. تمام يعني انت النهارده بتلعب بقرار جمهوري. حلو ايوه حلو يعني انت بتلعب يعني فرضا يعني دي سياسه النادي يعني خلاص ان هنلعب بالشكل وبالطبيعه دي. تمام انت برضو خد بالك كلاعب بتفضل حاطط في خلفيتك انك بتلعب في ظروف طارئه يعني مش او ظروف استثنائيه مش ده الظرف الطبيعي. عارف امتى الكلام ده يقطع شوط كبير قوي؟ لما كنا انا بلعب في وسط الاساسيين وفجاه نزلت في ماتش صعب سجلت جول خلاص انا بقيت يعني كريستيانو بقيت ميسي بقيت رونالدو يعني اخد ثقه غير يعني الموضوع مختلف شويه يعني. انما كامكانيات وقدرات لا الامكانيات والقدرات موجوده. يقطع شوط زي ما الكابتن علاء قال يقطع شوط بس شوط صغير مش الشوط الكبير قوي. ايوه بالمناسبه دي في حاجه مهمه جدا جدا صح. جدا بعد الماتش يا كابتن بعد الماتش اللعيبه ما عملتش حاجه. انا قلت لك حاجه يعني ما انا قلت لك دي مدير فني بالظبط الناس اللي موجوده في السيد طبعا كويس اللعيبه الكبيره كمان واللعيبه الكبيره طبعا طبعا, طبعاً. بص بقى اهم حاجه في كل الدايره بقول لك عليها دي اللعيب الكبير لان انت خد بالك كابتن انت الماتش اللي جاي بعد بكره ما انا فاهم كمان 3 ايام اللعيب بص يا ايمن ما هو الفرق بين لعيب كبير ولعيب ماشي طالع ايه الخبرات الكبيره قوي يروح ماسك الولد كده مظبوط يكلمه يوصله الرساله انت لسه ما عملتش حاجه تروح النهارده ان شاء الله توصل البيت بس تفرح بس انت كناشئ تتقبل طبعا تتقبل هتقبل لان هو بيكلمني عشان عشان مش عايز حاجه منك مش عايز حاجه منك انا عايزك تبقى كويس عشان انت كويس وانا كويس وبلال كويس فريق النادي كله هيبقى كويس طبعا. هو ده في ناشئ دماغه اذا كان اسامه ولا كانه عمل حاجه انتهى تحس ان هو انا عملت انت ما عملتش حاجه خالص صحيح. لكن في واحد بيعرف ودايما بقول حاجه يا اما هنا دايما بقول لك ايه
الناشئ لازم يعرف ان هو ربنا انعم عليه بنعمه في ناس كتير قوي بتتمناها في الحته دي. لا ده نعمتين، نعمه ان هو طلع لعيب كوره ونعمه ان هو في النادي الاهلي. صحيح، عشان لازم كان لازم يحافظ عليهم كويس قوي. صحيح، هو لازم في النهارده لغايه الماتش الجاي واللي بعده. صحيح، هو كلاعب يحافظ على نفسه، عسكر يعسكر نفسه. بالظبط، ها مظبوط. يعني تنام بدري بقى وتتمرن بس والكلام ده، اصل اعمل اطمع لنفسك. خد بالك يا كابتن، في نقطة مهمة، أنت لو لا قدر حصل حاجة الماتش اللي جاي فنيا، سيبك من النتيجة، مش هتكلم عن النتائج خالص، هتكلم على الأداء الفني. لو الأداء الفني تذبذب الماتش اللي جاي نبتدي من جديد، هتبقى أنت هتضطر ترجع من ترجع بقى الخطوتين تاني وترجع. صح، بقى النغمة بتقول لك إيه، أصل الاتحاد كان مفوت الماتش، أصل عماد النحاس مش عارف إيه، أصل بتلعبوا فرقة بتنزل درجة تانية. الاتحاد هتلاقي أقاويل. ما أنا بقول لك الكلام اللي بيتكلم. شوف، ما هو انت في انت دلوقتي انت بتتحارب من منظومات كتيره جدا اعلاميه يعني، تمام. فانت النهارده كل اللي هيتقال ايه، هيتقال الماتش لو لا قدر خسرت من المصري باداء، خد بالك انا بتكلم على الاداء، سيبك من النتيجه، لو ادائك كان وحش قدام المصري هترجع بقى 3 4 5 6 خطوات ورا، ولاك بص شايف، اصل انت عم كنت بتلعب فرقه، ده الفرقه كانت تعبانه، ده سايبين عشان كده بنتكلم على الاداء. لكن لو دوست الماتش اللي جاي، لو دوست على المصري، لا انت بقى بتقول خلاص انا بلان. خد بالك حتى نجاح القرار الجمهوري اللي انت قلت عليه، لو كسبت المصري ان شاء الله ده النجاح فعلا. طبعا خد بالك يا كابتن، وبيد اللعيبه دي برضو بنفس الروح ده، حتى لو ما كسبتش واديت اداء جيد، المهم يبقى ادائك جيد. صحيح، النهارده زي ما بالظبط، وارد انك على فكره مصر فرقه كبيره، زمام وارد انك تتعادل، وارد انك تخسر، وارد جدا انك تكسب، بس الاهم يبقى في روح. صحيح، وفي اداء. صحيح، لو الروح والاداء موجودين حتى ولو قدر الله اتغلبت، فانت في النهايه برضو انت بتادي بشكل. صحيح، كويس، وانت النهارده هتبقى النظره ليك نظره لعيب كبير محترم. صحيح، قادم يعني ان شاء الله. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. كابتن شريف، كنت عايز اسالك على تصريحات الكابتن عماد النحاس قبل المباراه. ايوه، الكابتن عماد النحاس قبل المباراه كانه بيقدم تبريرات الهزيمه، قال لك فرقه النادي الاهلي هتنزل النهارده بتشكيل هيبقى من الصعب مباراه، وانا فرقه ما اعرفهاش، لعيبه جايه من غيابات، لعيبه ناشئين، مش هقدر اتعامل معاهم في الملعب، هيبقى من الصعوبه ان انا اتعامل معاهم في الملعب. كابتن ايمن، اتكلمنا في النقطه دي قبل المباراه على طول، مفيش حاجه، احنا قلنا لو لعب بفريق 18 سنه النادي الاهلي النهارده هو النادي الاهلي، لا غير النادي الاهلي. انا عارف، انا بكلمك بس في المبدا. ايوه، انما كل الظروف اللي بيعدي عليها النادي الاهلي دي واللي احنا شايفينها وبنتفرج عليها، انا ككوتش هضغط على النادي الاهلي من اول ثانيه، وهطمع في المباراه، وهفتح خطوطي كويس، وهيكون لي انا السطو وانا اللي ماسك الكوره وكمان ده، لو كنت قادر. لو كان عندك الامكانيات لكده، بس هو ما اتجرأش خالص، حتى الشوط الاولاني كله تقريبا دي ده. انا لو علي لطفي لم يختبر، بص تدوير الكوره والكلام والبحث، عنوان مانشو ابراهيم، اسمه ايه، ابراهيم حسن، بحث عن ابراهيم حسن وعادل احمد عادل ميسي، هم دول الاثنين. حتى بواتنج النهارده زائف، يعني شكل مش موجود، هو جود بيل يعني، ويل بيلت وكده وما اعرفش ايه، بيخش جامد انما مفيش. ما فيش احمد سيد غريب بيعرف يقف وبيصطاد وعايز يروح للجون وعنده بلان في دماغه واللعيبه شايفاه، بيدي مساحات للناس تلعب له كوره. انما انت ما تقوليش ان انا النهارده النادي الاهلي بلعبه، الولاد بيضغطوا عليا في اي حته بياخدوا مني الكوره، لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش النهارده الضغط والحيويه بتاعت لعيبه النادي الاهلي سلب فرقه الاتحاد اسكندريه يعني، ولو كان اي فرقه ثانيه كان هيبقى نفس الشكل. صحيح، الا لو كانوا بقى لعيبه ثانيه على قدر من الامكانيات والخبرات ويقدروا يتعاملوا في مواقف زي دي، كان المباراه هتبقى حاجه ثانيه. انما هو ده الوضع اللي انت شفته، ناشئ النادي الاهلي لغوا قصه اي تفكير انهم يضغط عليهم، بل بالعكس هم اللي كانوا بيضغطوا، هم اللي كانوا بيستخلصوا، ولعبوا النادي الاهلي لعب كره سهله. وانا مستغرب ان الاستحواذ 54 انا برضه مستغرب بالنسبه لهم يعني. عايز تتكلم في الموضوع ده وبتاع الكابتن عماد النحاس تصريحاته قبل المباراه، يعني ما انت كان انت كنت متوقع يا كابتن اسامه؟ لا يعني ان البدايه من نادي الاتحاد ما تكونش كده طبعا. يعني انا يعني مستغرب من تصريحات الكابتن عماد، لانه المنطقي النادي الاهلي بيلعب في الظروف دي، ظروف صعبه جدا طبعا. يعني طبعا
هو بالنسبه له اسهل له. صحيح. حتى لو لعيبه، اولا زياد طارق معروف وطريقه لعبه معروفه ولعب ماتشات قبل كده، محمد محمود لعب قبل كده، فخري لعب ماتشين اللي فاتوا قبل كده، هو احمد سيد غريب، محمد اشرف هم اللي يعتبروا جداد يعني. هو مكانه معروف يا اسامه، هو ايه الجديد؟ يعني مش، انا مش شايف ان هي تصريحات منطقيه الصراحه. يعني مع احترامي الكامل، بالعكس ده هو في ظروف النادي الاهلي اللخبطه دي، هو مفروض الطبيعي ان يكون عنده فرصه ان يقدم مباراه افضل من كده. صحيح. لكن اللي حصل انه النادي الاهلي كان متفوق في معظم فترات اللقاء، من حيث الخطوره، من حيث السيطره، من حيث يعني كل شيء. فالنادي الاهلي قدم مباراه جيده وثلاث اهداف حلوين، فانا يعني لا يعني او مستغرب من هذه التصريحات يعني. طيب، تصريحات مستر سوارش النهارده طبعا شكر اللاعبين على الاداء، وقال الناشئين اثبتوا كفاءه، والقرار ده رفع الضغوط طبعا من عليه ومن على الناشئين زي ما اتكلمتوا وقلتوا، وهو في فتره تقييم واستعداد وتحضيرات للموسم الجديد. ولكن زي ما قلتوا برضو متمسك بالامل حتى نهايه الدوري. طبيعي يا ايمن، على فكره هو عنده امل، مش في نقاط تاهله ان هو يفوز بالدوري، يبقى خلاص هلعب على الامل ده. وانا بقول لك النهارده هو يمكن اكتر واحد سعيد باللي حصل النهارده بالاداء والفوز، لان هو اشتغل بهدوء. خلاص هو مش مطلوب منه حاجه، لكن هو هيعمل كل حاجه. لكن هو بدا يبص، بيحضر للموسم القادم على رؤيه واضحه، من غير ضغوطات، من غير مطالب. هو الوقت بدا كده بهدوء جدا يبص الناشئين، الناس الكبيره، التقييم الكويس، التقييم الصح بقى، مش تقييم مضغوط، لا، هادي جدا. بيبدا يقيم لعيبته الاساسيين، شوف الولاد الصغيره مين اللي هيستمر معاه، مين اللي يستحق فرصه، مين اللي ان شاء الله هيكمل معاه، انا محتاج ايه، محتاج الاماكن ايه، عندي تقصير في اي اماكن. بس بهدوء. اهم صحيح. حاجه في لعب كره القدم عامه ايمن، للمدير الفني حتى للاعب، انك تبقى كل افكارك وكل قرارات تاخدها وانت هادي. مظبوط. عشان كده دايما بقول لك لازم تبقى هادي جدا 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 تاخد القرار، عكس ما تبقى متعصب ومضغوط وانا لازم اكسب ومش لا 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 خالص. انت احسن حاجه اتعملت، اشتغل في جو مثالي، هدوء، مفيش ضغوطات، شوف انت ايه متطلباتك من الفريق الموجود، من الولاد الصغيره، وابدا ان شاء الله على الموسم القادم قول يا جماعه انا محتاج 1 2 3 وعايز الناس دي وهبدا اشتغل كده. هو ده الصح، دي الخريطه اللي هتعمل صح. عايز تقول ايه؟ صحيح. لا 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 معاك، كمل بس، خلاص كملت. طيب، هو زي ما قال الكابتن علاء، ان شاء الله يعني الاستمراريه تبقى موجوده لحد نهايه الدوري، تمدي مجموعه راحات وخلاص. انا يعني شهر او اقل من شهر الدوري يخلص باذن الله رب العالمين. عندك عدد ماتشات كتير جدا جدا، كل يومين 3 ماتش. كويس. الولاد دول اثبتوا كفاءه عاليه لحد ان شاء الله نهايه الدوري باذن الله. في صعوبه على عوده اللاعب الاساسي لمكانه؟ لا، مفيش صعوبه. يعني يجي يلعب؟ طبعا، لان في ناس مؤثره. ايمن، ليس معنى انه في بعض الناس اثبتت نفسها ان هي خلاص خدت مكانه في فريق النادي الاهلي كعنصر اساسي. انت لما بتلعب في بطوله كبيره انت محتاج كل الناس، ولكن في خبرات، في مستويات، حتى على مستوى الاهلي والزمالك والانديه، حتى على المستوى الدولي. انت ساعات تيجي تقول ده لعيب مهم مثلا في نادي، لكن مش قادر يجاري اللعب الدولي. فانت حاجه حلوه وجميله ومن اساس شغلك انك انت كمدير فني تدفع ببعض الناشئين، تدخل عناصر، تعمل، ولكن مش معنى كده انه 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 لما اللعيب الاساسي هيرجع اللي هو المهم انه حد لعب ماتشين ثلاثة كويس ان هو خلاص. طب ما هو بيلعب التاني بقاله سنين بيلعب كويس، كونه جه فتره تعبان او بيريح او كده، لكن بتزود المنافسه. انت بتزود المنافسه ازاي؟ ما انت فرقه كبيره زي النادي الاهلي، انت بتلعب في كذا بطوله. بتزود المنافسه ازاي؟ بحاجتين، باستقدام لعيبه جديده مؤثره في مراكز، ممكن يبقى حد يجي احسن من حد بيلعب اساسي يجي يلعب عليه. صحيح. تعمل منافسه. الحاجه الثانيه، بتدفع لعيبه من قطاع الناشئين عشان برضو تعمل منافسه. في الاخر المدير الفني بيقيم كل دول
وبيشوف مين اصلح ناس يكونوا موجودين كاساسي رقم واحد، وبعدين رقم اثنين، وبعدين مين رقم ثلاثه. فاي فرقه في العالم كده في رقم واحد وفي رقم اثنين وفي رقم ثلاثه من اللعيبه الجداد اللي بتستضيفهم بتستقدمهم، او من اللعيبه القديمه اللي عندك، او اذا كنت بتدفع ببعض العناصر الشابه من قطاع الناشئين. فالمنافسه بتخلق جو كويس، ولكن اللاعب اللي هو عنده خبرات ومتمرس وبتاع له وضعه وله قيمته وله يعني الاولويه، له اخلاقه قيمته يعني، ما فيش كلام في كده يعني. طيب كابتن بلال، لو اخترنا رجل المباراه اليوم. كنت خلصت؟ خلصت. سالت الاسئله كلها. السؤال ده مش بيتسال، مش بيجي انا الرابع. لا، ما هنيجي مش ده بيجي لنا الرابع صح؟ كده وبعدين نقول للكابتن شريف والكابتن مش ده بيجي لنا الرابع؟ انا هتسال السؤال من الاول تقليدي وبعدين كده يجي. ما بقاش في حاجه تقليديه. القرار الحقيقه يعني، خلينا يعني اخد من كلام، هو المفروض كنا حطينا ورد مكان كابتن عادل عبد الرحمن الناحيه عشان هو مش موجود. ناخد من جزء يعني من كلام كابتن عادل عبد الرحمن، اللي قرر انك تلعب بناشئين ده قرار صائب الحقيقه. قرار صائب جدا جدا، هيديك فرصه انك تشوف الناشئين بتوعك، تتفرج عليهم. طيب. وتدي قناعاتك، اوكي ولا مش اوكي؟ يقدروا يكملوا معاك ولا لا؟ يقدروا دول يبقى هم اولاد النادي الاهلي اللي يقدروا يكملوا في الفتره اللي جايه ولا لا؟ تمام. النهارده الماتش زي ما قال كابتن علاء والكباتن بيديك ثقه، الماتش اللي جاي ممكن تعلى اكتر لو عملت ماتش كويس قوي، اللي بعديه ممكن تقول لا احنا عندنا بقى عندنا 2-3 لعيبه كويسين قوي ممكن ياخدوا مركز او مركزين بعد كده في الفرقه. وخد بالك انك تدخل وتخرج دي انت مش لازم تفلتر فرقه بالكامل. أيوة. انت ممكن تحط كل سنه 2 لعيبه، فيبقى عندك كل 5 سنين تيم جديد، مكسب فريق كبير. صحيح. فريق جديد. صحيح. هات بالك. فالنهارده حته انك تدي النهارده الناشئين دي حته اعتقد ان هي حته جيده جدا 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 من النادي الاهلي، والنهارده يمكن اول ماتش ولقت الحمد لله الثمار بتاعتها. دي رقم واحد. رقم اثنين، من وجهه نظري يعني عايز اقول ان في نجوم كتير. يعني هروح للقديم الاول وبعدين اجي للجديد. هروح للقديم، يعني واحد من اللعيبه مش عايز اقول مهدرين في الدوري العام، لكن لعيب انا بحبه الحقيقه، امكانيات وقدرات وتفاني مهما كانت الماتش سهل او صعب. اليو ديانج واحد من الناس الجيده جدا. النهارده مباراه غير عاديه جدا جدا جدا، اداء هايل. النهارده بيلعب 6 وبيلعب 8 واحيانا كان بيلعب 10 النهارده في الماتش. يعني له ادوار مهمه جدا جدا في الماتش النهارده. زياد طارق، سيد غريب، يعني كل الناس النهارده اعتقد التيم بتاع الاهلي النهارده كان الحقيقه كلهم كانوا النهارده بيأدوا بشكل كويس جدا. يعني كابتن علاء، هما بص الفريق كله أدى أداء كويس جدا النهارده، لكن في يعني هما هيبقوا مشتركة شوية النهارده، ديانج والواد الصغير. كابتن شريف، أنا بتفق مع بلال بنفس الشكل في كل اللي قاله الحقيقة. الدفع بالناشئين قرار رفع الضغط عن المدرب ورفع الضغط عن اللعيبة كلها، ورجوع اللعيبة للاستشفى اللي هي استهلكت مع ديانج، وزي ما قال علاء برضو زياد وكل ولاده محمد اشرف وسيد غريب، حقيقه مكاسب كتير قوي من المباراه النهارده اصحابها التيشيرت الاحمر. كابتن اسامه برضو يعني ندي للروح والاصرار النهارده والتيم بشكل عام. وقبل ما اقول يعني ديانج انه كان نقطه تحول، لكن برضو نسينا احنا نقول علي لطفي برضو، رغم انه ما جالش عليه حاجات كتيره بس في تسديده صدها بكفاءه جدا. اثنين يا استاذ، اثنين بس في واحده كانت اصعب. برضو احنا يعني صحيح. عشان ما ننساهوش. لكن بصفه عامه الروح الفرقه كلها النهارده هي صحيح. المكسب والشباب اللي لعبوا، لكن واحد بس هيبقى ديانج. صح. نروح لفاصل، نرجع بعد فاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بيك، مشرفنا. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن بلال. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. في البدايه كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي الاتحاد، مبروك لقطاع الناشئين النهارده او الشباب.
أدوا مباراة أداء ونتيجة وروح وكل حاجة جميلة النهاردة اتعملت في هذه المباراة. نتمنى طبعا التوفيق للناشئين في قطاع النادي الأهلي. سريعا نروح لطاقم التحكيم. النهارده خلي بالك المباراه كانت تحت رقابه ومشاهده الخبير الاجنبي كابتن علاء. النهارده متواجد واكيد شايف المباراه. اعتقد وجوده النهارده كمان كان مهم في هذه المباراه. شفنا مباراه يمكن اخطاء فيها قليله، عدت بشكل كويس، كانت مباراه سهله، وكان اداء طاقم التحكيم النهارده فيه التزام وكان فيه جديه وكان فيه اهتمام، وده اللي احنا محتاجين نشوفه في الفتره القادمه ان شاء الله. طاقم التحكيم الدولي ابراهيم نور الدين، معاه كان البساطي مساعد رقم واحد، احمد توفيق مساعد رقم اثنين، احمد ناجي رابع. كان على الفار النهارده مفاجاه محمود البنا، وده من افضل الحكام الموجودين، كان موجود على الفار وكان معاه شريف عبد الله مساعد ليه. الحاله الاولى سريعا كده، احنا معانا 9 حالات يا كابتن ايمن هناخدهم عشان عندنا كمان حاجات هنتكلم فيها. هنا ابراهيم حسن هنا شاط الكوره اعتراضا على القرار، حتى لو كان مفيش مخالفه يا كابتن علاء، كابتن شريف حتى لو ما كانش، لو كان من هنا المساعد ادى المخالفه، نشوف تاني هنا، نشوف يعني هنا تلامس من الاثنين لعيبه، مفيش مخالفه، المساعد ادى قرار باحتساب مخالفه لصالح النادي الاهلي. هنا اللاعب، هنا نشوف تصرف اللاعب سريعا، نشوف هنا بعد الصفاره ابراهيم نور الدين راح شايط واعترض على المساعد، وهنا كان يجب على ابراهيم النهارده كان اشهار البطاقه الصفراء لاعتراض بالفعل وبالقول. دي حالة من الحالات الأولى، دي ما ينفعش إن أنا أحذر فيها اللاعب في هذه الحالة. الحالة الثانية نفس الشيء، ونشوف هنا، بص بقى هنا اعتراض أيضا تاني، لأن الأولاني ما خدش إنذار، الثاني نفس الكلام للمساعد يا كابتن علاء، في نفس المساعد في نفس المكان، نشوف كده تاني، بنشوف الحالة والاعتراض، نعيدها بسرعة. وهنا هو عاوز ياخد ركنية، ولكن هو طبعا الكرة كانت ركلة مرمى وكان القرار صحيح لأحمد توفيق. هنا خرج واعترض بشكل غير لائق وكان يجب إنذاره في هذه الحالة. حالتين للاعتراض لم تشهر فيهم البطاقة الصفراء. الحالة الثالثة، حالة من الحالات المهمة جدا، وهنا بشيد بالقرار، بشيد بقرار ابراهيم نور الدين، إن أنا عمل إيه يا كابتن؟ عمل إتاحة فرصة جميلة جدا جدا، عنده قراءة كويسة للعب. هرجع تاني هنا، نشوف هنا في مخالفة ضد لاعب النادي الاهلي هنا، وهنا سمح، شاف ان هنا الافضليه ليه ان هو يخلي اللعبه تواصل، وبالتالي هنا كان قرار صحيح من ابراهيم في هذه الحاله. فكان النهارده ابراهيم النهارده كان بيتحرك كويس قوي 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 النهارده يا بلال، استغل كل عناصر اللياقه البدنيه من تحمل عام، تحمل سرعه، سرعه قصوى في هذه المباراه. الحاله الثالثه، هنا حاله من الحالات هنقف عندها شويه، هدف صحيح، ولو ما كانش جت هدف كانت هتبقى ركله جزاء على عبد المنصف. ليه؟ لان هو كمان اداله انذار كابتن علاء، ادى عبد المنصف انذار للعب بتهور. نشوف الحاله دي كابتن، قلنا دايما مش معنى ان اللاعب المهاجم ينجح في لعب الكره بعفي الخصم من ارتكاب المخالفه. شوف اسلوب الدخول من عبد المنصف في هذه الحاله، هنا هنا تماما، هنا لو ما فيش هدف كان هنا هيبقى في ركله جزاء للنادي الاهلي، واعتقد طالما الهدف جه هنا يبقى خلاص ما فيش ركله جزاء، ولكن هو هنا طبق القانون في ان هو اشهر البطاقه الصفراء للاعب لحارس المرمى عبد المنصف للدخول بتهور. الحاله الثالثه، حاله من الحالات المتميزه، وهقف هنا ابراهيم وهقف مع الفار لقطه واحده. ما حدش خد باله، خلي بالك من الحاله دي. هنا لاعب النادي الاهلي محمد اشرف، هنشوف هل في ركله جزاء ولا ما فيش. هنا لاعب نجح في لعب الكره المدافع بلال، خلي بالك يا اسامه، خلي بالك يا كابتن شريف، خلي بالك يا علاء، مش معنى ان انا انجح ان انا اعفي اللاعب من المخالفه، بس هنا الرجل، الرجل هنا ايه دي اسمها حركه اضافيه، خرجت وده القانون بيقول مش احنا، خرجت عملت يا كابتن بعد لعب الكره، راح عمل ايه؟ رجل طلعت وعملت تاتش فين؟ في لعب النادي الاهلي هنا، هنا بالظبط، هنا في الاثر. هنا المفروض كان قرار باحتساب مخالفه، المفروض كان الفار يتدخل يا كابتن علاء، لان دي مخالفه ركله جزاء لم تحتسب لصالح لاعب النادي الاهلي محمد اشرف تقريبا يعني. الحاله بعد كده، انا النهارده بشيد باللاعب سيد غريب، بقول ان هو يعني عنده، رغم ان هو من الشباب يا كابتن علاء، انما عنده القدره على ايه؟ على ايه؟ ان هو انتظر شويه يعني اللاعب يبقى عنده خبره لحظه اللعب عشان ما بقاش في عمق التسلل، وبالتالي هنا طبعا بحيي هنا محمد اشرف تقريبا، عمل باص جميل جدا جدا، وبحيي
لاعب النادي الاهلي اللي هو انتظر لحظه عشان ما يقعش في التسلل. خلي بالك ده لعيب صغير ولكن هو فاهم كويس قوي قوي، فاهم القانون. هذه اللحظه اللي هو استنى فيها لما راحت الكوره كان في موقف سليم وبالتالي احرز فيها هدف. فدي بتيجي لثقافه اللاعب بالنسبه لموجوده في الملعب وحسه بالمكانه يا كابتن ايمن. هنا الانذار الاول هنا كان للاعب النادي الاتحاد، انذار صحيح للاعب بتهور والدخول بتهور، وابراهيم هنا اشهر البطاقه الصفراء طبقا للقانون. بعدها على طول في الدقيقه 68 نشوف الحاله اللي جايه هنا، خلاص الراجل رايح تعطيل هجوم واعد، اوتوماتيك على طول انذار تاني وطرد. وهنا ابراهيم محضر قراره بحي ابراهيم على ان هو لم يتردد في اشهار البطاقه الصفراء الثانيه، ومن ثم نعم ولا اللعيبه اعترض. ليه يا كابتن؟ عارف ليه؟ لان المعيار كان واحد بالظبط. صحيح، هو النهارده اشهر ست بطاقات للاعب الاتحاد، وفي بطاقتين للاعب الاهلي محمد عبد المنعم والبيرسي للتهور الاعتراض. الحاله اللي جايه محمد عبد المنعم بيرتكب مخالفه تعطيل هجوم، تعاون جيد من البساطي، قرار صحيح من ابراهيم بالانذار، ودي كانت اخر حاجه. بشكل عام هو النهارده ادوا تحكيم جيد زي ما قلت في ظل وجود الخبير الامين. بمناسبه التحكيم يا كابتن، هو ايه وضع الكابتن عصام عبد الفتاح؟ كابتن السؤال دوت يا كابتن بلال، كابتن علاء، كل الشارع الرياضي بيسال فيه. بيسال مين اللي هيبقى مسؤول في الفتره دي او مسؤول الفتره اللي جايه؟ سؤال مهم جدا، ما حدش حتى دلوقتي لقى اجابه، ودي مشكله يا كابتن. لما بنتكلم النهارده انا هتكلم سريعا عشان الوقت. ثلاث مرات، في المره الاولى الاتحاد الكره بيتعاقد مع الخبير الاجنبي كمدير للتطوير، معنى كده هيبقى في رئيس لجنه حكام. بعد كده كابتن عصام اعترض، وطبعا الكل عارف هو قال ايه على الخبير، وقلل من قدرته وقال ان هو لا يصلح وان هو افضل منه وان هو مش محاضر في الاتحاد الدولي وانا افضل منه، وان الراجل دوت في السعوديه يعني فشل في النهوض بالتحكيم في الدوري السعودي. ايوه، وبالتالي لما سالوه طب هتشتغل معاه لما يجي، قال لا مش هشتغل معاه، ما ينفعش ان انا اشتغل مع هذا الراجل. بعد كده حصل الاتحاد طلع على موقعه رسمي ان الخبير الاجنبي سيتولى رئاسه لجنه الحكام ومسؤول مسؤوليه كامله عن التحكيم. خلي بالك، وتاني يوم قالوا ايه؟ ده موقع الاتحاد. ايوه، ثلاث مرات الاتحاد بيطلع بقرارات وخلاص، الكل خلاص اعتقد ان الراجل مسؤول. يا كابتن ايمن هنحاسب مين؟ هو اللي مسؤول. بعدها بيوم حصل اللي حصل، وانه قال لك ان عصام عبد الفتاح هيقعد لوضع خطه التطوير. سؤال بس سريعا، كابتن عصام لما جه من 11 شهر كان في خطه تطوير هو مقدمها، اتحاد الكره اعتمدها، النهارده هيعمل خطه ثانيه للتطوير مع الخبير الاجنبي. السؤال يا كابتن عصام، انا بقول لك اهو، ايه سر تمسكك بكرسي لجنه الحكام؟ رغم ان الراجل ده جاي يشتغل. انا بقول من فضلك الكرسي دوت ليه هيبه، هيبه صحيح، هيبه كبيره. في عظماء تولوه كابتن علاء وسابوه ومشيوا. انا النهارده المفروض اتيح الفرصه للراجل يشتغل، لان انا في الاخر خالص هحاسب مين يا كابتن ايمن؟ صحيح، هل هحاسب كابتن عصام ولا هحاسب الخبير الاجنبي؟ يا ريت الاتحاد يطلع يقول لنا وظيفه عصام ايه لو كان هيقعد، وظيفه الراجل ده، عشان نقدر النهارده نقيم الاثنين او نحاسب حد. وتحاسب مين لما يحصل اخفاق في التحكيم؟ صحيح، ودي مهمه جدا جدا، يا ريت الاجابه تبقى للكل. تاني بنقول مبروك للنادي الاهلي على الدفع بقطاع الناشئين يا كابتن، نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق ايضا للتحكيم في ظل قياده الخبير الاجنبي. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس، امتعتنا كابتن. شكرا كابتن. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، مراسل نهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاتحاد السكندري في الجوله رقم 29 من الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثيه ولا اروع. ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، كل المنظومة على القرار اللي هو مش عايز أقول بقى إن هو مش عايز أشكر أول، لكن هو قرار حكيم في توقيت صعب جدا جدا جدا، وإن شاء الله نجني ثماره في خلال الفترة القادمة. شكرا كابتن محمود الخطيب، شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي، شكر الجماهير الأهلي العظيمة، وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي في الفترة القادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم امتعتنا يا كابتن، الف شكر. الف مبروك كابتن ايمن، الف مبروك، ومبروك جماهير النادي الاهلي، الف مبروك. كابتن سامي عربي شكرا يا كابتن امتعتنا. الف مبروك ايمن، الحمد لله. كابتن علاء ميهوب امتعتنا كابتن. شكرا ايمن، ومبروك المباراه النهارده، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. كابتن احمد بلال قادم احسن ان شاء الله، امتعتنا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا كابتن ايمن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي. We'll be right back.
Thank you.